ويا خالي احنا راه جايين للصويره. شحال ديال الوقت نوصلوا؟ شحال ديال الوقت نوصلوا؟ شحال ديال الوقت نوصلوا؟ غريسون انا صح. الحاج اش بغيتي؟ كتعرفني؟ لا الله يرحمك الوالدين، انا بغيت غير نسولك شحال ديال الوقت وغنوصلوا للصويره. قريب 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 اخالي، 60 ساعة غادي نوصلوا؟ 60 ساعة نوصلوا؟ ساعة نوصل. وين ما كان عمي اش بغيتي عندي تاني؟ عافاك غير قول لي الساعة بالضبط اللي غادي نوصلوا فيها. راني قلت لك قريب، إوا فوتني وقني ما باقيش تفيقني. واخا واخا خالي، أنا إن شاء الله شوف حنا غادي نوصلوا للمحطة وغادي نشدوا بتي تاكسي وغادي نجيو حتى لحدا الدار. أييه هكا دابا أنتوما بغيتو تشدوا الطريق. على بالسلامة والعافية انتما، شحال؟ أنا وصحابي رضا وأنوار اللي كيقراو معايا في الجامعة. صحابك ديال الجامعة؟ أفيك مو ألو؟ ألو؟ خالي كتسمعني؟ ألو؟ والله العظيم الا عرفتي خالي منين عرفكم جايين معايا داك اللي زغرت ليا في التليفون ما قداته فرحه. فرح بزاف ويلي درش انه قطع، بانت لي حمراء كي صحابه جادوغ وورك عليها ياك. لا راه انا خالي كيمشي ليه الريزو مره داك الشيء. علاش وسعداتك بخالك اصحيبي. الله يعطيك شي خال بحاله ان شاء الله. امين. شوهتيني بصح عمي. Thank you.
ياكلي مثلا لازم اش هو بالك كتش بغي يجي مع صحابه قلت لي لا بغيتي تجي جيب وحدك ماشي انت بغيتي تجيب لي خرده وشكون هادو كاع اللي جايين معاه قال لي كاش تجي شي وحدين معاه في الجامعه شي صحابو تيقراو بيجيو عندي جوقه واش انا ندير خيريه الله يجيك شي باس ما كاينه المدي خلوهم يدوزوا شويه ونشوف حالهم لا ديك السي مبارك كيفاش يدوزوا شويه واش انا بيوليو معايا الدراري في الدار نولي فخريه مي دري انا عندي ليك الحل ما غيتولي لا دري ولا عايش مع الدراري غيتعيش مرتاح مع راسك ويتخليهم حتى هما يدوزوا شويه الوقت ونشوف حالهم وقول السي مبارك شنو هو هذا الحل ولا غادي نمشي نجلبيتي وباليزتي وغادي نخوي هاد المدينه نمشي لمدينه اخرى حتى يمشيو هما بحالاتهم الحل راه هو هذا قلتي بامك غيتهز باليز وغيتجي عندي للدار ياك خبرك المره هربت عند ولادها وخلاتني بوحدي في الدار المهدي افيك مواو وهما نخليهم في الزنقه ما قلتلكش يبقاو يدوروا في الزنقه غادي تسناهم حتى يجيو وتعطيهم السارو ديال البارطمان وغتجي بحالك عندي للدار تبارك الله على السي مبارك كاكلو حي هاكا ماما عطي ماما هاكا ماما بنت حليمة اللي عجناتها هي أولا أشهد العملها عملت فيها كترت عجوبي شفيت الحا ستين فيا هاكا ماما عطي ماما هاكا ماما واش انا غنهز لكم حوايجكم واه فين تهز الشنطه ديالك سيدي رضا حبيبي انور مرحبا بكم في الصويره نورتونا والله تنورتونا الله يبارك فيك اخويا علاء الصويره يا موكادور انت حبي انت منامور أنت الحافلة وأنا الصيفور سأتجول فيك وأدور زنقة بزنقة وصورا بصور دقيقة واحدة تفضل تفضل لك الكلمة أستاذ صويرة يا مقادور لا نسائمك مفعمة بالعطور سلوكي أنت جئناك كي نعانق الريح الله بين أرجائك نعد ونسيح وسيح أخويا في أحيائك العتيقة نتمشى وفي قصباتك العريقة نستريح وكفى استريح والله إنك صديق صريح وكلامك جميل ومليح تتقن الثناء والمديح ولديك لسان صريح ورد بالك أخويا لدك التريطوار لا تطيح وتولي جريح يا هذا المنطيح يا عيني يا عيني ووديني سكتنا شوية دراري أول حاجة مرحبا بكم ثاني حاجه شوف انا غادي نمشي نجيب شي طاكسي وغادي نجي رطوا بالكم بعضياتكم صافي صافي جو هيد انطلق يا سبايدر مان انت كيفاش انطلق يا سبايدر مان انت ماك تطي ولا دوك الشعر صايبين وانت رحنا في الصويره رحنا في الصويره خلق من الشبه 40 سبحان الله خلقك يا هذا الوليد واش هاد الطاكسي خدام فين غادي يا سيدي غادي نجي حل ضربك واش انا وقت ما دورت راسي لقى قدامي سرعتني بالثقه واش شريف انا شنو بيني وبينك انا باغي نسولك على الطاكسي واش خدام ولا ما خدامش يا الطاكسي غادي نخليه ليك اربح بيه انا غادي نمشي على ال 11 ايوا تهنى طوبيس خرجك انا غادي نمشي على الكراوعي ايوا اربح بيه وتمشي في النجا وتجي في النجا يا ربي يا ربي راك خلقتيه بلا حوايج ديه بحوايجو يا ربي تلقاه لي يا ربي تجي عندك ان شاء الله من عندك تكون مسيطه معيطه من عندك لعندو يا ربي البوطو الاول تلقاه معنقو ما عرفنا واش بنادم ولا جن
الله يحفظك الوالدين. الله يحفظك. الله يسلمك. ترك سلامة. دراري الله يرحم لكم الوالدين، نوصيكم خالي ما نبرسطوه ما نقلقوه، اللي قالها لينا نقولوا ليه ان شاء الله. كون هاني اخويا على غير تاكيت باز انا. هو المهم انا غير علمتكم وصافي. ها واحسن ايام حياتنا هي اللي غادي ندوزو هنايا في الصوارة. خالي غيخرجنا وغيفطحنا وغيسارينا ومن فوق هاد الشيء هذا غيخسر علينا فلوسه. وقطع لنا التليفون. انت مالك اصاحبي؟ مالك انور؟ مالك اصاحبي؟ انا خالي انا راه كيمشي ليه الريزو مره وصافي. لا لا عندك شوف الله يلا سعداتك بخالي، انا راه عندي واحد خالي انا عمرني شوهوش هاد الفلوس غيخسرهم عليك. انا كحسابك خالي هو خالك. ها جيب شي شي وجاب حمول عليك. انا راه خالي كابر على خير وكابر بخيره، واللي ما عنده خالو في الدار حياته في خطر. ويلا كان سميته خالو المهدي يا المهدي. وخالي يا خالي الهوى غالي. ايوه وخالي يا خالي والهوى غالي. ايوه جماعه مشينا صويره نضربوا ضويره. ايوه مشينا صويره نضربوا ضويره. ايوه اهلا سيدي علاء. اهلا الله يحفظك يا خالي. بخير الله يحفظك. كلشي مزيان. الله يحفظك. مرحبا. مرحبا فيك. شكون هذا الشاب؟ انا عمي انور. انور مرحبا. مرحبا سيدي انور. الله ينور ايامك. الله يعين يا ربي. وهذا الشاب رضا. رضا رضا عمي. رضا الله يرضى عليك يا ولدي. رضا يا ربي. رضا وانور مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا. شتي الدراري شنو قلت لكم وباقي ما شفت والو. يلا زيدوا. مرحبا. زيدوا زيدوا. دخل دخل دخل. انت مالك صاحبي منو الخمال تبيت؟ اش كدير باقي ما وصلناش؟ غادي تهرس ديك الشيء صاحبي. زيد 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 انت زيد زيد قعد زيد كاش كاش شويه. زيد انت زيد زيد قعد. نوض انت نوض نوض. وقف وقف هكاك. يلا ريح. مرحبا. انتم دابا انتم عطيتكم الدار نقيه ما كاينش شي حاجه فيها لوسخ ولا شي حاجه. انتم ها الله يرضى عليكم ملي تبغيو تمشيو غتخليو لي الدار كي لقيتوها. مفهوم؟ لا صافي كون هاني يا خالي. كلمتك هي اللي كاينه. ما هضرتش معاك انت. كمل كمل عمو. اجي بعدا. داك الشيء ديال نخرج ندخل سري مري. اوه لا كون هاني يا عمي. كون هاني. كون هاني. داك الشيء ديال البنات والفتيات. اوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عمي. حنا خالي حنا ما عندناش مع داك الشيء. لا حنا عمي عندنا خواتاتنا زعما راه ماشي طلاق. انا عم. اوه افيك مو خالي. حنا راه يلاه سرينا الامتحانات ياك وقلنا نجيو ندوزو معاك شي ايامات هنايا. راك حتى غتكون جالس معنا في الدار زعما كاين راه ما كاين والو. مرحبا. الا انا ما غاديش نكون معكم انا غادي نمشي عند واحد الصديق ديالي سميتو سيون بارك. نمشي ندوز مع هاد المده وانتم خذوا راحتكم دار داركم خذوا حريتكم. انما الحريه بالقياس. احترموا لي الجيران. مفهوم؟ مفهوم 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 اخي مفهوم. ايوا السلو طري في الباب عندك تضر عليا هنا. لا هو السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا يا خالي الله يديك على خير. نيت واحد من خالي ولا خالك. علاش يا صاحبي؟ اوامر مفهوم ما مفهومش ديرو. بارك عليا بارك عليا يا صاحبي. ويلي مالك ياك لاباس؟ علاش رجعتي؟ شغلك؟ ها جيت ناخذ تليفوني. انت مالك؟ راه واقيلا في البيت. هيا هيا على انت بالسلامه والعافيه. دخلتي للبيت وقلبتي؟ لا انا غير قلت مع راسي راه واقيلا في البيت. مع راس؟ قول لهذاك السي راس كيدخل سوق السي راسو. واخا مزيان. واو اصاحبي اصاحبي شويه ضحكوا لي. واش
صافي خلي غير هو اللي ناقصك، شوف لا تكون ناقصك شي حاجه واحده اخرى. اي فكرتني، الله يفكرك في الشهاده وليدي. شنو ديروا بحساب راه كاينه الكاميرا في الدروج. كاميرا هانيه ماشي مشكله خالي، 24 ساعه 6 سور 7 مزيان، بصح حنا نقطع فين 24 ساعه على 24 ساعه 6 سور 7. ايوا شغلكم هذاك طفاو ولا شعلوا شغلكم هذاك؟ عمي غير حيت شك من بالك داك الشيء اللي قلتي لي ديال سميتو راه اوه اوه افيك موا. وحق الله العظيم عمي راه اوه حق الله العظيم. اي والله يجعلني نتيق. السلام عليكم. تهلاو تهلاو. خوت كاميرا 24 ساعه 24 ساعه غنمشي بحال هكا. لا 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 خاولة انا راه غادي نمشي عند البات والخياطه ونرجع بالخف. واخا عوينتي. شوفي بلا ما طيبي شي حاجه للغدا، ملي الكل راجعه راه غادي نجيب معايا شي حاجه واجده. الله يعطيك الخير عوينتي. الياس غادي نبدلي لك وشو نعسو، الا فاق بدا يبكي عطيه الرضاعه. عندك كي ما تسمعيش. ما تخافيش عوينتي. يلا وصلي براسك سالي دغيا قبل ما يجي شي حد. الله يعاونك. نص كيلو بطاطا، ها نص كيلو مطيشة. الدراري يقولوا لي كلشي، راني غادي نتقدم قضية ديال سيمانة، راه والله لا باقي خرجت للسوق. قيد معاك اخويا علاء واحد نص كيلو ديال اللفت المحفور، نص كيلو ديال الجلبانة، القوق، خيزو. اللفت المحفور الله يحفر لك جدر، خيزو، جلبانة، القرعة رطينية، وتا ديك الكورجيطة لقيتها غادي تسرعها، وشي فليفلات حارين معاك. برافو عليك برافو عليك، انت صوبتي طاجين في الخيال ديالك، انت كتحب راسك طباخ ولا شنو هو؟ انوار خويا شنو بغيتي؟ انسى هادشي ما كاينش. قيد تاكوس داند بانيني فيون داشي، بيتزا طون صوص الجيريان صوص بيكي، وواحد سميتو الكورني ديال الفريت وكانيطا ديال المناضة. ايوا صافي مالك بارك. هز معاك واحد الطلوف ديال البيضة على الله يحفظك. بلاطو ديال البيض ما نحناش. كان ضربني فيقه بالليل، كنبغي نصاطح جوج بيضات مع بعضياتهم. سبحان الله العظيم، انت كتنعس والجوع كيفيقك. صرفت الدراري الا فقت بالليل انا وما حركتش ليا البيض. كيوقف عليا بغطاط مع الفجر، هز مقله ودار راسه بزيت كيقول البيض. سكوت انت فيك سين، انت خصك تمشي على الطبيب. خليها الله، داك الشيء راه عندنا وراثي. واخا سيدي، ها البيض غير. صافي الدراري هذا الشيء اللي خاص. صافي هذا الشيء اللي كاين، اصلا غيشي الخير لخالك. اشقولي على خالك ما تكونش عنده شي تقضي انا نديرو باش لعيبه. لا خلي ما كيتقداش. لا هذا الشيء خالو السيل ديالي، كياخذ طاكوس هو وداك الشيء باش ما بقاش يصدع راسو. جلبانه وداك الشيء ديال الكورجيت. شكون اللي غيمشي معايا؟ انا نمشي معاك باش يلا نضبط الخارطه ديال الطريق ديال الحومه، باش نعرفوا فين غنمشيو بالنهار وفين غنمشيو بالليل. ما عارفين فاهم في كل شيء. طبخ هذا الشيء ديال الخريطه. سير صافي انا نبقى هنايا باش يلا نضبط داكشي ديال الروبيراج ديال البارتمان. روبيراج؟ واخا روبيري مع راسك. يلاه اجي. فين غادي؟ مشيو قدام. فين تمشي لقدام؟ تمشي تقداو. شك بحال باغي تحل باب الدار. اشنو فيه شيما؟ فيه شيما؟ هادي راه دار خالي، راه انا اللي كيخصني نحل الباب. زيد اسيدي زيد. واجي عاوني نزل. هاد الكراسه شحال طوال بزاف. حبيبي انا رد علي يا شتي ولدي، انا ملي كنت مجوز حتى شي واحد ما يجي عندك للدار ولا يوصلك، كون مرتاح مع راسك. ايوا في الحق السي مبارك لقيتيني تنفكر في هاد القضيه ديال الجواز. بقيت بوحدي بالحقيقه، هاد الوحده هي دخلت معايا. ومني كلشي صاحبي، هالمقضية هالطياب هالجفاف هالتسياق، واه بزاف. الله يجيب شي بنت الناس نعتني بها وتعتني بيا، هادشي اللي بقى عندي في العمر. ايوا خويا اش كتسنى؟ بالي ما عاد ودي الا باقي كتفكر في المرحومة. الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار اليوم. تلا هذيك المرحومة تمشي تعوض راسها، هي اللي مشات وخلاتني. ها؟
إيه وراه كاين بلاد الناس فهمتي كاين بلاد الناس معقولين خص الانسان يكون معاهم راجل يا واش نقول لك اولي يا مهدي الا جعلني نموت حتى نجوزك ونحضر فارسك ما قول يا سي مبارك ودابا في نظرك زعما كاين شي وحده اللي تقبل عليا واخا انا كبرت وهرمت وشرف ده زعما تقبل عليا انا هكا مالك يا صاحبي راك باقي شاب افيك موا شاب طاحت لبا وبقى الشاب ووقف غير قول لي المهدي مالك ديما دخلك الشك الف مره تتمنى كان مهدي ايه هو صافي سي سي مبارك ملي قلتي لي هاد الف مره تمناني غادي نمشي نجيبها دروك عارفك ديرها العفيريت ومن غايجيبها نجيبها من داكشي ديال فيسبوك ولا انستغرام وداكشي ديال الانترنيت وداكشي ايه تما موجود الخير يتكل على الله اخويا الله يجيك السي مبارك اش من انستغرام ايه تنضحك معاك انا تصحاب كان غادي ندير هداكشي الله يهديك ايه تنضحك معاك وصافي السلام عليكم بخير كلشي مزيان الله يحفظك ممكن نعرفو صافي صافي صلاح صاحبي الله يرحمو كنتسدو السيدة هي الأولى حنا غادي ناكلوها ماشي غادي ناكلوها ولا ماشي مغاديش ناكلوها واش صاحبي واش هي هابطة حنا لاصقين لها في ظهرها وشوف الله يرحم باك ما تنتمنيش حتى انا جبتكم معايا للصويرة خليونا درنا هاد العجرة هذا خليوه يكمل واه عمرك شتي الحيوط؟ لا اش كتهندس؟ انا راه فين زاري عندك الكاميرا زيرو معايا كاميرا راهي راهي مشي شنو؟ راه دابا تقدا حاجة لراسك هذاك راه خالي لقاك هبيل وقابض فيك سير 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 الله يعفو علينا وعليك سير حاجه راسك واسير انت لابس ثوب ديال السيد وغادي سارح بحال هكاك سير سير الله يعفو عليك انت سير الله يعفو عليك الله يهديك تهضر ملي كتجيني دابا سير عسير دابا عسير في الحقيقه سي مبارك انا غادي نطفي هذا المشقوف حيت هذاك الغليظ ديال ولد اختي غادي يبقى مصدعني انا غادي ندير هذيك مودافيو ونتهنى مع راسي ها هي صافي اه هذيك المصيبه عاوتاني والسلام عليكم بارك اش هاد الريحه هادي يو هذيك ريحه خويا كان مهدي الله يهدي اش درى ريحه الحراق هادي ريحه اطفي البوطه اطفي البوطه بعدا طاجين مشى المهدي مشى الطويجين المهدي يا شاش نقول لك الله يعز دايلات الله يعز دايلات الله يعز دايلات اللي يخطم على الدار مزين وصولا مزين وصولا يا البدر السليل ونجفك وكلام حسودك والرقيب اللي طاير بي حافت نزوزا أيوة حافت نزوزا لقيت قلبي يا الجفي ما نسك تحقيق رضاك يا اللي تكرمني الو حميد اويلي دابا لا ما يمكنش واه وانتي خرجات وخلات معايا الولد لا ما نقدرش راه قلت لك ما نقدرش خليها من بعد ياك لاباس علاش ضروري واخا واخا دابا نشوف كي ندير المهم تسناني في البلاصه المعلومه واخا راه غنكون تماك غنكون تماك ولا اختي كي
كاين السي المهدي؟ اوه ما كاينش السي المهدي هنايا كاع، حنا اللي كاين، حنا اللي كاينين، كاين رضا وكاين علاء وكاين انور، هو انا. واخا سي انور ممكن تعتقني بكاس ديال الماء؟ مرحبا مرحبا، نعتقك. دخلي دخلي دخلي. اه جلسي جلسي، انا نعاود نرجع عندك واحد شويه. على الوالده كي دايره؟ يلا وصلنا الوالده الصويره. صافي لا ما خير صافي بركه وصافي وصافي لا عيط صافي ترى عيط يا الحبيبه واش مازال عطاني. اسمح لي يا خويا. شنو هي الدريه؟ اختي الله اختي الله كلاكسوني نعرفوا راه رموك دايز. صاحبي راه خصني على البلاكه ديال القفه. خبارك عندنا الزهر وجات فيا انا كنرطح هاد البيض في الارض وبدينا كنجمعو في ديك الساعه بالمعالق. اييه وغادي تولي هنا العماره ديال خالي كلها سفوريه، غيولي هو طالع بالسفوريه نازل بالسفوريه ومعيطه ليا الوليده قاسها كتسفر علينا. مالنا خويا حنا على هاد السفوريه هادي كلها؟ ولدها ولا شنو درتي؟ واختي فينك اختي؟ اختي فينك؟ اختي لا موت لا موت، شنو مصيبه كحله هذه؟ شنو درت دابا؟ والله ما نكذبك، لا انت لا داك خالك طلعتوا لي في راسي بهاد النصائح. شنو مسافرين وجايين نتنصحوا اصاحبي؟ ياك وليدي ياك ها؟ نسيت ايامك ملي كنتي كتعيط لي بالساعه والساعتين. خويا علاء الله يرحم لك الوالدين، نمشيو نفوجوا عند خالك في الصويره. ايه علاء لا ما تبقاش من عليا الله يحفظك، راه غتزيد كلمه اخرى راه غادي نشد طريق انا. يلا اخويا الله يديك على خير، حنا عارضين عليك تلقى داك البلاصه. غادي نشد طريق للدار. اه ودي راه فين تجيك؟ اوه انت مصيبه كحله هذي، اوه انت مصيبه كحله. المحلوله اجي واجي 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 اجي اخويا اجي مالك؟ اجي اخويا واحد المصيبه كحله. واش من مصيبه؟ واكات ما كتشوفش اخويا شنو هذاك المونتيف؟ ما كيبانش لك ها؟ تيبانش لكم اخوتي هذا المونتيف هذا؟ انتم مالكم تبلوكيتو؟ ما كتكون جليتي مالك؟ وهضر قول لي شنو غادي يديروا في هاد المصيبه كحله. تا هضر اخويا هضر هضر قول لي شنو غادي نديروا. واش ولد ولا بنت؟ باش عرفت اخويا انا واش ولد ولا واش كتسولني انا باش نعرف؟ باش نعرف اخويا انور خويا حنا واخا دايرين ادابي مي علميا هادشي راه مستحيل. حنا خرجنا بجوج وخليناك بوحدك، هذا كي درتي لي؟ انا شرح لكم اخويا، انا راه كنت جالس اخويا وجالس مع عليا ما بيا كنتفرج التلفاز اخويا، دقات علي واحد البنيه قالت لي بغيت كويس ديال الماء، قلت لها دخلي اختي دخلي دخلي تشربي كاس ديال الماء. عيطت لي الوالده دخلت كندوي معها في التليفون، خرجت لقيت الوليد المنتف هذا والبنت دا 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 عندك تمشي تقيس راك غادي تخلي فيه البصمات ديالك وغادي يشكوا فيك انت الصقع. صاحبي راه خصنا نعرفوا واش ولد ولا بنت. عاودني منك رد بالك، انا كنهضر معاك قيسو ما تخليش البصمات. الحمد لله ولد. الحمد لله ولد؟ يا ويلي قال لك الحمد لله. كيفاش الحمد لله ولد زعما؟ شنو راه كانت بنت راه مصيبه اخرى عاوتاني يا صاحبي. تفكرت اشنو؟ تفكرت واحد اللعيبه. اشني البنت فاش دقات عليا قالت لي واش كاين شي واحد انا سميتو المهدي؟ شكون هو هذا المهدي هذا؟ شكون هو هذا المهدي؟ مهدي؟ اه اذا هو مولاه كتعرفوا؟ خالي خالي المهدي خالي هو رفقي اللي نتسناو باركتو خرج الجامع بلغتو. اش انا غادي نعيط له دابا يجي يفك علينا حريرته؟ علاش؟ ويلي 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 يا عباد الله ويلي كنا باغيين نجيو نسافروا حنا غادي نصدقوا في صداع المشاكل. خالي خالي خاصني كاس ديال الماء. شتين اللعبه الصوتيه العلبه الصوتيه صافي ايوا صافي
من طافيه 100% هو مولاه. ولي كي غادي نديرو؟ كي غادي نديرو؟ كي غندير انا؟ وانتم كي غادي ندير على غندير اولي اويلي هو اللي خالتي لطيفه خالتي على العار العار ما تقول لها والله يرحم لك الوالدين. تتاكدوا اخويا راه امك غادي بحال بارو كتبقى دير بحال هكا كتخلع علينا. راه كتخلع علي امك. ما تقولش لي امك. صافي خالتي لطيفه هكا خالتي لطيفه ولي وجعلنا بين ايديهم سدا من خلفهم سدا فاخشيهم فهم لا يبصرون. الو ماما 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 الو الوالده وي لا لا بخير بخير لا لا مزيان والله لا مزيان. جري جري جيب لي كاس جري. الله يسعد صباح النسعيدة. اهلا السمجي فين غبرتي؟ ايوا هي مع الوقت وشويه ديال الصنا الله يكون في العوان. الله يكون في العوان. والله العظيم الا ساكنين الدار حدا الدار وشي ما كيشوفش الله يستر. الجار هو اللي خصو يسول على جارو انت وراه الانسان تيقول لك الجار قبل من الدار. هادشي اللي كاين. ايوا الحمد لله الحمد لله انا بعدا ملي ساكن حدايا نتايا والله الا كنحس بالامان. ايوا لا اختك انت لا اختك الا سعيده الله يكبر بك. انت راه بنت الناس. اسمح لي بغيت نسولك وما ديرهاش من قلت الصوار. لا 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 سعيده سولي وانا غادي نجاوبك الا لقيتي نجاوب ما جاوبتك شيء حتى انا ما ديرهاش من قلت الصوار. غادي تجاوبني انت اصلا ما عمرك كنت قليل الصوار. ايوا الله يجيبنا في الصواب لالا سعيده لالا اختي. ملي كنت خارجه من داري بان لي واحد جوج وليدات عندك في الدار اجي واش هذوك ولا تكون كريتي لهم؟ لا 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 هذوك الحتارف هذوك لا 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 انا البنت عندي ربوكوصه زوجات ومشات هذاك هذاك علاه هذاك الغليظ هذاك ولد اختي وهذوك صحابو جاو معاه تيقراو معاه في الجامعه في مراكش وجاو للصبره باش يدوزوا شي يامات. تبارك الله ومرحبا بهم. الله يبارك فيك. وراه انا حتى انا خليت لهم السوارت باش ياخذوا راحتهم في الدار باش زعما تهنيوني ونهنيهم وانا دابا انا اجي ياك مع هذوك الحتارف بصلوا عليك ولا شي حاجه. لا لا بالعكس الله الا تبارك الله مربيين. عرفتي ملي كنت نازله من الدروج بقاو واقفين حتى نزلت باش ما يتزحموش معايا. ابيك مو ايوا شنو نقول لك هذاك على هذوك صحابو مأدبين ولاد عائله ومخلقين ما تيهزوش راسهم من الارض. تبارك الله بحالك السي ناجي حتى انت ما كتهزش عينك من الارض. ايوا اش نقول لك على لا سعيده راه الانسان اللي ولد عائله ومخلق ومأدب والله يجيب لنا شي نقره فين يغبر نحاسنا والانسان هو اللي خصو يكمل دينه بحالي دابا انا راه ما تنهزش عينيا من الارض نهائيا كاع. ايوا المهم نخليك ما نطولش عليك باقا خصني نمشي نتقدى شي حاجه. خليت الخدامه غير بوحدها في الدار هي والولد. اجي اجي نمشي نتقدى ليه؟ لا لا ما نعذبكش السي ماجي. يلا صباحك مبروك الله يعاونك. الله يعاونك. تبارك الله على سعيده الحق هذه اللي سعيده الله يعمرها هذا ظريفه زعما بنت الناس حتى هي ما كتهزش عينها من الارض بحالي. ايوا الله يجيبنا هي في الصواب. الحمد لله حالتها مستقرة. نتمنوا لها الشفاء إن شاء الله دكتور. المهم ساعة ساعة رقبها الله يرضى عليك يا بنتي. واخا دكتور. إلا سولش عاد من عائلتها اتصلي بيا ديك الساعة باش أنا نتصل بالبوليس يديروا الإجراءات ديالهم. واخا دكتور. شوف الله يرحم باك زيد ردعو باش ما يعاودش يبكي. راه ما بغاش يشد الرداعة أصاحبي. أعطيها له بزز أصاحبي. اخبارك دابا باينه مولف بالزوله ديال مو. ومنين دابا انا غادي نجيب ليه بزول تمو منين؟ مالك كتشوف فيا دابا؟ لا لا والو والو الدراري الدراري بلاتي انا راه تنفهم في هادشي ديال الدراري الصغار. ماما زمنها جاي ماما بعد شويه جايبه العاب وحاجات وجايبه معاها شنطه فيها والزومطه بتقول وات وات وات. وماما زمنها جايه جايه بعد شويه جايبه العاب وحاجات وجايبه معاها شنطه فيها والزومطه بتقول وات 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 وات. سكتوا 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 سكتوا.
جيت عافاك هذيك العفريته. ويلي مالها تخلات الروينه خاوله 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 اويلي اويلي فين بات ليا ولدي ومشات هاجي خاوله بالسلامة. أولي عباد الله. أويلي. حتى تليفونها خلاته. ما يمكنش. خاولة. سعيدة ياك لاباس خولة عندك أمينة لا أنا بحرا دخلت على ما قالت لك فين مشات والله أختي ما عرفت خليتها كتخمل الدار ملي رجعت ما لقيتها لا هي لا الدري وحتى تليفونها خلاته ما تكون مشات تقدا غير شي حاجة وترجع والله أختي عمرها ما دارتها أجي ما سولتيش عليها السي مهدي راه مرة كتمشي كتونسو أختي مهدي ما كاينش في دارو كاين فيها غير ولد ختو وصحابو وفين غادي تكون مشات زعما والله أختي ما عرفت ياك ما تكون خطفات ليا ولدي انا غادي نمشي نديكلاريبي عند البوليس اجي الله يهديك سعيده صبري سيري حتى تسولي فيها عند دارهم الا ما لقيتيهاش ديك الساعه ديكلاري ولا ديري اللي بغيتي واخا اختي انا غادي نتشاور مع خويا مصطفى هتمنى مشيت الرجيم الله يعاونك اختي الو خويا الو يا خويا المهدي الا اتفقتو وقبلات انا ما نزيدكم غير الخير سي مبارك الله يهديك اه انا ما هضرت معاه في موضوع ما والو انا مشيت اسيدي للمخبزه بغيت نشري واحد الحليوه وهي تبان لي خارجه ما عرفت جاك شي شاريه شويه شويه وهي تجيني الفكره قلت مع راسي هاد زايده ميت ليها الرجل وانا ميت ليها المراه ها وهي عندها واحد الوليد وهي تجيني الفكره ديال الزواج صافي قلت نتزوج بها وهذاك الوليد نتهلا فيه بحال ولدي اه وزعما في نظرك هاد المراه يتقبل ياك ولد السي مبارك ياك انت اللي بارك عليا الف مراه ومراه غادي تقبلك ها ولا كنتي كتنز عليا تتقشب عليا قلت لك انا مقلوبه عليا القفه ودير في راسك انا ما باقيش غادي نثق بك السي مبارك مليون فصاعده يا ودي راه كنضحك ما كان مزي ما تخممش اي ترجع لمدام وغادي نطلقها عليها وراه ما كتفهم المراه غير المراه بحالها وليدي الميدي اش تي دابا السي مبارك دابا صدقتي ولد الناس شتي درتي معايا البليزير اه ما ننسى عليك طول حياتي ايوا نوض نمشي لهاد المعنات ونغسلهم انت تبات يا شتي يا شتي انا مازال يكون كانت مرتي سعيده كاع ما تخلينا نشقاو هاد الشقا هاد ايه ابيك مو يلا سيدي جمع جمع قشوش يلا هركوني هانية سعيدة وتهدني ليا مع راسها راه ما عندها فين تمشي وفين ما كانت راه غادي ترجع هي والولد محال اخويا مصطفى واش البنت غبرات وغبرات مع الولد هاجي بغات تبدا تزني وغرضها في الفلوس اش هاد الهضره كتقول لينا علاش الشيطانه سعيده اه سيده من ديما وهي كتقول لي بغات الفلوس باش دير مشروع لخوها وانا ما فاهمه والو راكي غير كتوهمي مصطفى خويا مصطفى نقول غير كنتوهم ولكن الدليل البنت ما كايناش في دارهم وما عارفينهاش فين كاينه المهم غادي نصبر واحد 24 ساعه الا ما بانت لا هي لا الدري غادي نمشيو عند البوليس نديكلاري وغادي يكون خير ان شاء الله يا ربي يكون خير الدراري باقي طافي التليفون ما كيجاوبش زوينان حطنا حنا في مشكل زيد سرعه طافي التليفون ديالو والله حتى ندمت على جيت معكم هنايا وعقلوا على ما مشيناش للحبسه بلاتي شوف اسيدي هي كيقول لك ما ديرش ما تخافش وزيدون اليوم ولا غدا غادي يبان خالي وغادي تحل هذا المشكل هذا او لا ما يتحل هذا المشكل غنبقاو حنا عاسين على الدري ما نخرجوا ما ندورو ما نتسركلو ما نشوفو الدنيا راه حنا في صويره الدراري
اسمع اسمع اسمع، انا عندي لكم واحد الحل واعر غادي نتناوبوا عليه. مره جوج غادي يعسوا عليه بالليل، وواحد غادي يعس عليه بالنهار، وهذوك اللي يعسوا عليه بالليل لا غد ليهم حرين يمشيو فين ما بغاو، وهذاك اللي يعس عليه بالنهار المره الجايه هو اللي غادي يعس عليه بالليل حتى وكان يبان الخويل. واخا صاحبي نديروا هاد اللعيبه ديال روطاسيون كازيت مزيانه الطرواويط الشريف. واخا نديروا طرواويط هاد الليله نعس انا وخويا رضا، وانت بقى نعس الغد ليه بالنهار مزيانه. صافي انا عجباني هاد القضيه هادي، انت عجبك هاد القضيه؟ حلوه دايزه. يا وينا مرض؟ كنحس بشي سخونيه في ظهري ياك ما الدري مريض. باغي لي المرض اخويا، مال على المرض اخويا، الله يجعل السلام. هاك هاك شوف 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 يا خويا، الا كانت شي سخانه نديو للسبيطار ولا اش مسخانه حتى للسبيطار اخويا ولا الفارماسي. الله يرحم لك والدين، الله ينقيها لكم بجوج. نزل نزل صافي صافي وليدي، صافي 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 صافي. وبركم من طنز الدراري، دابا حنا واش جالسين كنضحكوا ولا شنو؟ الدري ما مريض ما فيه سخان. ايه هاد السخونيه ديالك كنحسبها في ظهري؟ ادير لك شي بركه في ظهرك. الله ما البركة ولا البوليس ولا السبيطار ولا الفارماسيات. شوف علاء، خرج اخويا جيب واحد 4 ديال الكوشات، وحده نديرو ليه دابا، وخرين يبقاو سكور، ما عرفنا الوقت شنو طرش. كملات الباهيه، هادشي اللي بقى. الله يرقى ليكم، الله يرقى حتى داك خليل المهدي معاكم. جاتك فنة. ارتاح مسكين، ارتاح لك في ظهرك. الله يرقى ليكم. صافي صافي. جيب وليدي هنا، جيبو. وراه وليدك راه مرتاح. صافي 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 بيبو لا لا ليلي صبغي ضلا من ليلي صبغي ضلا من ليلي صبغي ضلا. أشكون اللي تما؟ إلا إنس يقول أنا، إلا جن أنا اللي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 يا كلابس الشريف، اش طاح لك؟ طاح لي طونسيون هو اللي طاح ليا، ما شتينيش دابا انا طايح مكركب. ياك ما تفداتي نديك للجبار. نتوما راه اللي ساكن معاكم في هاد العماره هذيك راه غادي يكون مهرس، واش عارف الله نتوما غير ساكنين وصافي. جيت قبيله نشعل الضو لقيت البوله محروقه، لاسانسور ما خدامش، مالكم على هاد الحاله هادي؟ هو ما تفكرنيش في الاسانسور، انا اللي عارف قيمته والخير اللي داير فيا. بحال غير انت بوحديتك اللي ساكن في هذه العماره هذه، طالع فيه نازل فيه وقتاش ما بغيتي. وراك ما فهمتينيش. انا منين تنجي للدار ونلقى عمره بالبشري كندخل ليه طلب له كبابه باللي طاجات وكنجبد عليه. كتجبد عليه في وسط الاسانسور؟ ايه. وكتقولها وجهك صفر كيستدعى ما حشمتيش، هي انت اللي خسرتيه. وسير سير الله يمسك، واش انت سكران ولا مالك؟ يا اخويا انا اللي سكران، الله يعفو عليا انا. نوض 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 الواليد وقد راسك، نوض نوض سير الله يديك على خير. نوض 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 الشريف نوض. شوف هاك هاد البيل هذا ضوي بيه وغدا الصباح نلقاك هنا باش تردو ليا. لا شريف لا، هاد البيل هذا غيخليه لك نتايا، قبط به ليك ليبر. هاك سير الله يديك على خير، سير. ضوي يا القمرة تصبغي ضلا من ليلي، ضوي يا القمرة تصبغي ضلا من ليلي. ضوي يا القمرة، فين ضبط هاد القمرة هادي؟ اجي اوجهها وجهك، وجه الظلام. راه كامل هاد كثرة البكا، راكي كتدريه في راسك. خليني اخويا خليني. وانا ما شفت ما نخلي فيك، البكا 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 راه غادي يجيك شي طونسيون ولا سكر. الله يا حبيبي تعطي لي الله، الله على وليدي عينيا تمشى ليا. ما ضاع والو سعيد، انا كنوعدك بلي غادي نلقاوه هو وخولة، ثقي بيا. واش البوليس ما عندهم حتى شي خبر وكتقول لي غادي نلقاوه؟ صندوق مسحولي مزيان مش كاع ما يطيب. جاب سطام الجمعي بري. خويا رايده هادي راه ما بقاش تسافر ولا ستاج ديال الطربيه. ومزيان اصاحبي، مشى مشينا تتزوجنا خرجات المدام ولا سافرات ولا خوات لك الدار تلقى عندك تجربه. واش شريف
واش من قبل انتم جالسين كتمسحوا الولد؟ لبسوا حوايج دابا يضربوا البرد. النظافه من الايمان على رحم الله ومن عمل عملا فاتقنه. ولادي ما قريتيهاش؟ انت هادشي هذا فاش فيه الحفقه وطلع الهضره. حتى انا راني تقنت العمل ديالي، الحليب راني غليته مزيان. اجي اجي هاد الحليب ديال الحانوت بعدا ما يضرش في المصران ديالو ولا واحلم في الولد. لا لا ما تخافش، السيترو ديال الحليب زدت فيه جوج كيسان ديال الماء باش داك الجهد ديالو يموت. هاد العباده كنت كنشوف الوليده كديرها اختي زينب. اللهم زدني علما وانا عطيني في الصويره بارطما. هذا هو ستاج والا فالا الدراري. الو ماما. ماما ناري المهم شي بارابول بان عاوتاني. الله يلقاليك. الله يلقالها هي. لا لا بخير بخير ماما والله الا بخير. وعلى سلامتك ولدي. وزعما انا الا ما سولت فيك ما تسول فيا شي ياك؟ لا 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 الوالده راه غير معا كندورو هنا وكنتساراو في الصويره، هذاك الشيء علاش ما كنعيطش. ايه ما توحشتينيش ياك. يا مزيان دوز لي اخويا. خالي؟ لا لا خالي ما كاينش. واش انا قلت ما قلت لك دوز لي اخويا بطل بيا ما كاينش. ملي جا انا نقول ليه عيط لك. الو الو دار لها البارابور عاوتاني. قطعتي انا مسخوت الوالدين. يلا الله يلا مزيان ما يسول فيك في الاخر يقطع عليك. يا ولدي انت يا حطي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالحق الآخرين يجيبوا الخبارة وليدي غير بلاتي. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو شاف القطة قالها بسبس قالت له نو 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 نو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو شاف القطة قالها بسبس قالت له نو 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 نو. والله العظيم الا ما هاد الفنيكيش هذا طلعنا شطمص غرا صاحبي. طلع الباه كيقولوا ابن الوز عوام. شكون هو الوز؟ عمو مهدي. وقول لي خالك. خالك اسيدي حتى هو باين فين شايطي. ايه هو الحقيقه الدراري هاد الدري هذا واكل شارب وغراضي وما خاصو حتى شي خير. ثاني انا ما داك اوهو بقى لنا الخليفه ديالو. الله يرحم باك ما تقولش على خالي اوهو. وراه الواقع هذا شريف. اش من قالك واقع؟ احترم نفسك الله يخليك. السيد راه عطينا دارو مجلسنا فيها وخالي من الفوق. كب كب اتي كب 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 وذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو 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 وشاف القطة قالها بسبس قالت له نو نو نو. وذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو 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 صو. هذا الدقان ولا جاب لي الله؟
كيفاش جاب لي الله رد قانا ضربينها صاحب ناري 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 صافي جابتني البوليس صافي مشينا فيها تما لك صاحبي فمك يخرج على النيجاتيف سكتنا واحد شويه خويا من قال لك انها تندم على الحال وجات تديه انا قول جدينا حنا نوض اخويا نوض انور نوض دخل الدري البيت سد عليك الله يحفظك ما تخليش يبكي انا مزوق فيك مزوق فيك باش نهاك اخويا الدري عندك تخليه يبكي الله يحفظك ما تبقاش تحرك نوض اخويا نوض خنقوا ولا شوف شنو دير لا 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 خنقوا باش ما يبكيش انا مخنقوا ما بقاوش عندي ركابي باش غادي نوض ها نوض نوض ها نوض واخا تمولك انا البوليس عرفت كيفاش عرفت كيفاش صافي بغيت نعرف واش عندكم وجه علاش تحشموا ولا ما كتكسبوش والله لا لا الله شنو درنا لك واه اخويا مجهدين التلفازه والله ما عطلوا مسجله بحال غير نتوما بوحدكم اللي صغيرين في العماره لا لا حاشا والله ما كنا درتوا اخويا انا بحساب اللي مريض اللي عنده المشاكل اللي عنده الموت والله خالتي خالتي بالحق اللومه ماشي عليكم اللومه على السيمه ديال اللي خلاكم ديروا ما بغيتوا في الدار دابا اسيدي ما تفهمني ما نفهمك حتى يجيو نتفاهم انا وياه كسمع صوت ديال شي دري صغير عندكم في الدار لا إيه لا 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 ابدا ابدا دابا 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 هادي راه واحد البنيه دابا هذا راه واحد الفيلم دابا انا غادي نعاود لك القصه هادي فيه واحد لواحد البنيه مسكينه باخله لامها وما خلاتها خايفه اسيدي ما تصدعنيش بهاد الهضره راه اللي فيا يكفيني بنادم ما موالفش بالعمارات حتى حنا اللي فينا كفينا الاخت اللي ما عندهم يولدوا لي خالو واش غادي ندير لك انا خالتي اش غادي ندير لك تمطوم اخو مالك لان لك دخل سد لك في البيت وما تخليش الدري يبكي خرجتي وخليتيه كيبكي وديتي كطلب وخرجت نشوف واش كاين البوليس اشنو ملي غتقلبوا لي شنو غتجب الطريقه وتتيري فيهم نعطيهم الدري ونقول لهم راه با هو المهدي مشيو قلبوا علينا مالي والله حتى عندك ثلاثه في الاي كيو بس ساليتها مع انت باش غادي تقول لخالي بس ساليتها مع تقول لي مالا تخلعنا حيد انا مصيبك حلا شوف الله يرحم باك ما تغوتش عليا الله يجازيك بخير ولا قسمت فمي بالله يا تنخلي لكم هذاك المنتف ومشي نطرش بحالتي من هاد الدار وديك الساعه خليكم نتوما منكم المشاكل وسيروا قلبوا على خالي المهدي والله الا لقيتوه بحالك بحال امك الله يسر الله يحفر لكم جدر بجوج انا مالي علاش نحفر يا جدر بغيت اخويا دار خالي شغلك تسالني شي حاجه دار خالي هادي انا غادي نمشي نعس وحيدوا عليا داك الدري من تما اللي كنهضر معاكم والله يصبح لي على خير الله يعطيكم السخانه حيد عليا توقف لي هنايا بحال البروسك انت ولا شي كوموندي فينا ولا صعصع ولا تخلعنا دمت جيت انا وداك الولد حدا من هنا نعس اخويا في الكونه ورا قلت لكم اجي وحيدوا عليا قلت الحياة دخل 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 حيد عليه الدري سير انت انا دخلت راه غادي والله فاش كنقول لك ندير لك انت ما قدرتيش الشطر دخل دخل زيد ها خونا شد سير بارك نعم المهدي وسير اخويا ناس بيتك ناس جاي لهنا لا خويا غادي نعس معاك من نفسك ماشي نخليك بوحدك انت عزيز وغالي عندي ماشي تصحابك انا دري صغير تنتخلع ولا يجيني بوتليليس يا سيدي غادي نبقى معاك نعت الله يهديك تبارك الله عليك شكرا يلا يا دخلت عليك بالله لا جبتي هذاك التليفون لاش بغيتي عاوتاني بغيت نعيط هذاك الطبوس ديال ولد اختي اللي يكون محتاج لشي حاجه ولا شي المهدي راك تتقلب على الصداع حط هذاك المصيبه وتكا وارتاح مع راسك الله يهديك المهدي اسي مبارك خليني نشوف هذاك الطبوس لا يكون شي حاجه واقعه في الدار ولا شي حاجه يا سيدي الا بغيت عيط ليه هساك ونتسير لعندهم احسن ياك اخويا ايه دابا تجري عليا بالفن ايوا سيدي انا غادي نوض نخوي لك هاد الدار نمشي نبدل الساعه اخرى الا ودرت لي هاد بصح ديال المدير راه كنضحك معاك ولا تصحابك انا غادي نمشي اه تنضحك معاك انا بوت هنا نبت في هاد الدار تيصبع الحال مع من انت لا انا ما عارفش مبارك نعم المهدي وها مبارك وانا عم المهدي سعيدة مالها والزعما غادي تقبل تجوج بيا دخلت عليك بالله واش غادي تلقى احسن منك المهدي ايه عندك الحق والله ما تلقى احسن مني بالله العظيم تلقاش احسن مني واللي فيك ضيعتيه يا الريب حظو ونصيبو
مارينا من سالب الغدر وسعد الله للمحبة وزخاب حبيبه غير انت يا سابق الجبار ليفك ضيعتيه يا الريم في حقه ونصيبه مارينا من سالب الغدر وسعد الله للمحبة وزخاب حبيبه غير انت يا سابق صبح الأخير صبح الأخير صبح الأخير يا تصبح الأخير رضا رضا البوليس الحبس يا فيه والله إلا خلاني خلاني وخلعك وانا خرج شيء مني يا صاحبي هزو هزو راري بير وشاش باغير شو غيكون باغي يرضع يكون هذا اش باغي يرضع هذا واش ما كتشمش نتايا هذا راه دار اكبر من الاولى بدلي بدلي لي كلشي بدلي راه باقي داخله في السوايع ديال العسه ديالك خويا حتى انا سالو السوايع وضع خويا نوضح ونعمر واحد الماء وسخنه ويجيب شي كوشه نتعاونوا عليه بجوج نوض 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 اخويا الله يلا سعد قال داك علاء جابد عليه هو وناعس ما جيب الدنيا اخبار صافي غدا نخلفوها اللي يصير خويا مالك على هادشي مالك ملي درتيها نعس الغدا اخويا مالك وسربي سربي يا رايده ليه مشي وسخ ليه الحوايج وباش يصبنهم ليه قالش انا سميتي علاء انا ولا سميتي عمتي مينا زوينه هادي الاخر يامي وليت قاس كنصبن انا راه في دارنا راه ما عمري ما حطيت يدي في الماء بارد باش تكون عارف هاد القضيه هادي رضا هاك لبس هاد التريكول هاد الولد اجي زوين اجي فن ولكن كون خدمتي عقلك وجبتي واحد صغر منه غيكون احسن خويا هادشي اللي لقيت ولا شريولي ما يلبس انا مالي واش تعرف راسك كتقول انور نرجعي معنا شويه للصرف باغي نخرجوا نتسركلو ونخسروا على راسنا حنا صريفه ماشي نبداو نشريو لعباد الله الحوايج واحد خالوي ديرك دراسه وحدين يوحلوا فيها هضر عليك الحذر عينيك كسي ولد خالك خويا راه يلبسو ما يضربوا البرد اخويا شتك اخويا بحال كتحشيو ليا الهضره بحال كتنزو عليا بحال حطاني في وسط منكم ودير ليا الي روتور بالهضره شنو زعما شد الحوايج هادو طلعوهم من السطح وهاد البانيو هذا غادي تهزو من هنايا وغادي تحطو في الحمام وتحيد منه هاد الماء هذا وتنشفو حتى هو ايه هادشي اللي بقى كاينش كاين اللي بالعقول قال لهاش خبر الدراري راه الا ما درتيش هذاك الشيء اللي قلت لك راه حنا غادي نوليو دراري نيت ديال بصح نوليو دراري و غادي نوليو دراري هي دابا ماشي نقول لا دراري 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 حي الدرب دراري حي دراري البوليس ما عندهم حتى شي خبر اخويا ايه واش نقول سعيده فين تكون مشات وداتو معها العلم لله أجيب تكون بعتو غير شي عصابة كتتاجر في الأعشاء البشرية أش هاد الهضرة؟ ويمكن نكملوا بها حتى هي نرجعوا لها سعيدة أحيا لو كان أخويا أنا متيقنة من هاد الهضرة اللي تنقول لك وأنا قررت ندير الواجب على ولدي أش من واجب؟ غادي ندير ليه الصدقة صدقة؟ إيه غادي نعيط شوية ديال الطلبة ويقراو ليا على ولدي الله وعزي يرجع لي وخا حي وخا أنا متولش غير نشوفه أخويا ما يدلي نشوفه لا ولا قوة إلا بالله أنا دعت بحجي أخويا يا سيد المهدي هذوك المحترف راه قربوا يمشيوا في حالهم يخويوا لي الدار وديك الساعة غادي نطلبك باش تمشي معايا نخطبوا لالا سعيدة يا ودي غير صبر شوية المهدي الله يجيك بلي ما ترجع لمدام عند ولادها وغادي تمشي تستاشر معها وحنا مستعدين فيك واو ايوا سيدي راه معلوم من طبيعة الحال غادي تسنى حتى تجي عاد نستاشروا معها وغادي نمشيو اجي قول لي المهدي بعدا اش كدير بالسلامة والعافية اسيدي خدامة في الفرماسيان فرماسيان اي
يا وليدي عول على الصدقه غادي يجيك غالي. اسيدي غير تبغي تطلب اللي بات موجود. يا راه غادي تقول لك تا شهر العسل ما تدوزو في طنجه ولا في مراكش. اسيدي طلبوا حتى في ورزازات. انا موجود مالي الحمد لله كاين الخير والبركه. الحبه والبارود من دار القيد ما خسرنا والو. هي غادي يدي معك خويا كومرات ودوزو معكم اخويا المالي. راحنا دوزنا غير في الدار سادين علينا. وكذبنا. على عائلة قلنا لها دوزناه في الحسيمة. أفيك ماو إوا شوف أنا حتى نشوف مدام تانا وغادي نتشاور معاها وديك الساعة أنا موجود. إيه باينة باينة الدواء شكلا ومضمونة. لا تقول هذا الكلام إن هذا الكلام مرجوع عليك. أين لي السعدية أين لي السعدية سعدية وبنت عمي ما تشطح ما تغني يا وليلى. باقي طافي كيجاوبش السيف ما بقى طافي. شو هو دايرك دراسو ما حنا حنايا رضا دير الولد في الكفه اخويا. علاش غير يحط الولد في الكفه؟ واش بغيتي شي واحد يشوفنا في العماره؟ واش بغيت تجيب لنا المشاكل اخويا ولا شنو هو؟ شتو محمق ولا مالكم؟ واش الولد ولا مقضيه غادي نحطوه هنا يا صاحبي؟ واش بغيتونا نقتلوه؟ علاء انت اللي بغينا نتصيدوا واقيلا، غادي نخرجوه في الكفه حتى لبرا ونزوه في يدينا ونشريو ليه الشورت زوين وشي ركاب زوين وديك الساعه نركبوه. اي الغيزو. شنو نقول لكم؟ الله يخرج هاد العاقبه على خير وبخير. ندمت لي جبتكم معايا ندمت. زيد زيد يا زيد ناسي شويه شويه. عندك راسو فهو فرحان كيتحكموا. يلا هزوه بجوج يلا يلا سي وي لينا يا صاحبي ما شاء الله ما شاء الله. يلا سي 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 ما هو سبن لي عندك نسى العيله. لا ما نساش العيله. اسمعك هاد اسكت شويه اسكت شويه. بطاطيو بطاطيو ياك بخير. ما عمرك شي واحد هز الكفه ديالو؟ هادشي اللي خلانا ما نتقدموش. تبركيك الخاوي الفويور دابا وقيت الفرنسي هادي. زيد حتى كنخرجوا من الحومه ونهزوا الولد من الكفه. زيد قدام اونفازي اونفازي فاسي فاسي. الله يهديك سعيده بركه من البكا. واش نكونوا في الدري حتى نوليو فيك انتي؟ خليني عافاك اخويا خليني نبرد على قلبي. راه ولدي اللي ضاع مني ماشي مونيكا. راني حاس بيك وعارف اللي كاين. الله يكون ليك في العوان. ولكن هذا قدر الله ما منه هروب. قدر الله. قولي الكساري موجودين ياك؟ الكساري تكسكس ولا لا موجودين. الجيران الله يجازيهم بخير وجدوا كل شيء. وراه الطلبه علمتهم اش بلوقيته يجيو. لا لا خدك عليا اخويا مصطفى. يلا بركة عليا من البكا ووجدي راسك باش تستقبلي الناس اللي بغاو يجيو عندك. صافي خير كون هاني. صافي غير سير اخويا سير. يلا هاني مشيت. الدراري البوليس جايين ما تحركوا ما تبنفنوا. رضاع 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 مشي تجيبنا حتى لهنا تشوهنا. الله يصلح الله يصلح يا مك الشريف. شتي هذا راه ولد اختي ما كيحمل لا امه لا باه لا حتى شي واحد في العائله. كيحمق عليا غير انا. سبحان الله خلقني. ايوا ردوا ليه بال مشمش لا يمرض. لا ما تخافش انت سبحان الله خلقك الشريف غزال. الله يخرج تربيسكم على خير. صراحة الدراري طلع معنا راجل ما عاقش بينا. استرنا الله. مشى على البوليس على الولد ما بكاش ما فرشناش. اجيو الدري علاش ما سميوش اسميه مابقاوش نعيطوا ليه الولد باش ما نتشوش في الزنقه. كاينه معقوله دابا حنا كلشي درناه قعدنا اسميه دابا تقعد دابا تما راجعين عندنا البوليس هنا ونمشيو بحالتنا غبق وحنا ما قادرينش كاع على الحبس. عنده الحق اصاحبي نوض 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 انا وليدي نوض ضو وليدي شاف دور 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 لاش دور لاش وانا رضعتو انت غتعاود تركبو. يا
ربي خاصو يتقرى خاصو يتقرى لا حول ولا قوة إلا بالله صافي أنا وليدي يا وليدي أنا وليدي صافي أنا كتبكي هو كيبكي أنا كتبكي أنا والله تنضح لكم هنا بالله ها والولد الولد لا أنا لا هو لا أنتوما صافي وليدي صافي 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 يا وليدي أنت تركب عند عم صافي صافي الله يعطيك العمى صافي لا 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 وليدا ويكبر غدا وليدي ويعيط لي امي انت لا 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 وليدا ويكبر غدا وليدي ويعيط لي امي انت صافي لا 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 وليدا انت مع عمتك انت مع عمتك وليدي انت مع عمتك وليدي دير لي هادي على الشمس دير لي دير لي على الشمس ويلي شاد القدر يا عباد الله صافي وليدي صافي صافي لا 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 وليدا اسكت شويه قالك لا 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 وليدا صافي صافي انت مع عمتك صافي رضا انوار هنايا كان التمثال ديال المنتج والمخرج والممثل والسيناريست الامريكاني اورسون ويلز كنصور واحد الفيلم هنا في الصويره وديك الوقيته الصويره كانوا كيقولوا لها موغادور واحد الفيلم سميتو اوتيلو عطايله الدراري مالكم كتشوفوا وفي ديك الوقيته كان شارك به في الفيستيفال ديال كان ودى الجائزه الكبرى وعرفتي شتا انعام في 1952 دى السعفه الذهبيه اللي هي البالون دور عرفتوها ما كتعرفوها الدراري ما تقولوش ليا ما كتعرفوهاش كنعرفوها صافي 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 واخا مسكين المنتجين تخلاو عليه وما عطاوش الفلوس باش يكمل الفيلم ديالو نض هو شنو دار مشى صور واحد الفيلم كممثل سميتو الرجل الثالث وبدوك الفلوس باش كان تخلص جا كمل الفيلم ديالو هنا في الصويره وخلص الناس ديال الصويره اللي وقفوا معاه رجال وما تخلاوش عليه والفيلم بحال اللي قلتي ولا من انتاج مغربي شوف شوف والله ما عرفت راه كان يا اما هنا ولا لديك الجهه ولا لديك الجهه الممكن هنا في شي بلاصه الحمد لله بدات تسترجع الوعي ديالها فضل الله وبفضلكم يا دكتور دابا واحد النهار ولا يومين غتولي شويه لاباس وديك الساعه غادي يجيو البوليس ياخذوا الاقوال ديالها ان شاء الله يلا الله يهنيك سيمبارك نعم اخويا سيمبارك نعم نوضاني جبت لك واحد شوت الحسوه بالمخينزه باش تهبط لك هذيك السخانه اللي فيك واه النهار كله ما كلتيش النعمه نوض نوض وخلينا نمشي للفرماسيان نجيب لك الدواء اللي يصلح لك لا لا غير خلي اخويا المهدي خلي حتى الصباح الى ما نزلت هاد السخانه هذيك ساعه الفرماسيان افيك ما وتبقى معاك بلا دواء حتى الغدا في الصباح على اختي لينا نموت
وكيشتي الا جات الموت غادي نحبسها عليك؟ ما غادي نخسروا عليك والو، غادي نتفق شويه ونبكي شويه وناكل شي لقومات ديال الكسكسو وشوف خضات ديال الدجاج، وديك الساعه نداوي معاك بالرحمه والمغفره والله يودع بالخلف. اخويا المهدي تيقولوها كيتلي حتى وجهو للتراب. ايوا بطوال عمرك. المهم انا خليني غادي نمشي نشوف هذاك الرز اللي رديتو على البوطه لا يتحرق ولا شي حاجه. اش يا المهدي اش كاين هذاك الرز بعدا؟ واش بالحلوب ولا بماطيشة؟ الله يهديك درتو ليك بماطيشة نعم اسيدي، وشي قطعه ديال الدجاج مشرملين داك الشيشي وداك الشيء. هكاك اخويا المهدي يا حتي حبتي، انا راه ما كاينش اللي ما عدا ليا من هذاك الرز بالحليب. افيك موا وانت مريض وكتشرط عليا. خليني نتشرط اخويا المهدي، راني حاسس بالموت طالع معايا اخويا المهدي. اسيدي مبارك انا ما غاديش نخليك تموت حتى تجي مرتك باش تمشي معايا انت وياها وتخطبوا ليا سعيده، وديك الساعه خويا الا بغيتي تموت انا ما زدت كاين الخير طريق السلامه والله يرحمك دنيا واخره. المهدي وهذاك الرز اللي قلتي له بتجي وجات فينا هو ياك؟ ايه هاكوا اش هذا؟ شنو؟ هيا ما واكوا وين؟ يا واه قولي اش هذا؟ اهو واش هو اللي فيك مهناك؟ اه صافي صافي تكا 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 تسرح تسرح. اهدا اهدا اهو اهدا البوحاطي. الدراري وي مال وي ردوا البال مع داك الدراري مشي يبكي في الدروج، خنقوه حتى طلعوا للدار. صافي خنقوه باش نمشيو للحبس. انت سي نصائح فين غادي؟ نمشي نجيب ليه الحليب، غادي نمشي نجيب ليه ما يجغدد. سير الله يلقى لك في هذا النار. سير حتى الله يلقى لك مرا زينه. شتي دزا اكتئاب ولا شنو؟ سير 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 سير. السلامة. بسم الله الله يرحم الوالدين. امي اش بيتي تبوك لافاك تزلافه؟ لا زعما علاش جيتي؟ جيك في الراس سلام قول على سلامتك امي. على سلامتك امي. ايوا هكاك يلا جر مطوله معانا. هز ليحفه والروايد مزيان تبارك الله. صافي 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 ما يمكنش. خالتي لطيفه علاش جيتي؟ جاي لضرب باك، جاي عند خويا. اش هاد قلك الترابه هادي؟ على سلامتك خالتي اللي وصلتي. اش هذا؟ اش هذا؟ هذا ولد خوك الوالده. اولي على ولد خويا وكي دار ليها؟ ما عرفتش هادي كيفاش دار ليها هي اللي ما عرفناش. امي دابا خالتي لطيفه جات دقات عليا واحد البنت قالت لي واش كاين السي مهدي. قلت ليها ما كاينش حنا اللي ساكنين هنا. عاد عرفت باللي السي مهدي هو خال علاء وقالت ليه جيب لي نشرب ومشى مسكن لانيتو يجيب لها الماء. رجع لقى الولد ورد عا وهي سلتت. وملي كنعيطوا لخالي المهدي طفي علينا التليفون. علاش ما قلتيها لي مسخوت الوالدين؟ ها علاش ملي كنقول لك دوز لي اخويا كتقول لي ما كاينش؟ ماشي داكشي امي، راه ما بغيتش نبرزطك. قلت غادي نفك كل المشاكل ديالنا راسنا حتى وكان يجي خليل مهدي. قول لي ستر لي تدع الفضيحه دابا دخل يدي بوجهك لعنه الله وعليكم. ابغي نمشي على فضيحتنا
أميمتي أميمتي عمر هادشي ما وقع لنا في العائلة نهائيا. أميمتي أنا مسخط الوالدين ساترين وساكتين الحق بالله تيجي خويا والله حتى ندب وبالله ولا نكر؟ إيه نكر والله حتى نوقف ضده في المحكمة ونشهد لصالح هاد الملائكة هادي. أميمتي أميمتي على فضيحة نفوس عائلة عمر هادشي ما وقع الله يولدهم الشكر الله يا ربي الله 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 الله, الله. أميمتي 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 سلام عليك ماذا تهزو ماذا دي ديري هذيك البيت وجيب لي شي قرعه الماء نشرب لي يعطيكم ان شاء الله مصيبه تضربكم الله يا ربي الله الله على حبيبي الله 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 ما يستاهلوكش وليدي ما يستاهلوكش فالحين يفولدو طلق عطيتي شي حاجه شربها جبنا لي الحليب ديال الحانوت يلا سيد غير جيب لي ميه كل ولدي لافق الله على حبيبي الله 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 حبيبي 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 الله على حبيبي الله الله معك الله معك اجي انت علاش قلتي البارابول ديال امك الولد ولد خالك واش غادي نقول لها انا اش غادي ندير هي غتبقى على لها بوت نبت هنايا مزيان اخويا مزيان قلت بوت نبت هنا تبقى هادي الدري حنا نخرجوا ندورو اشنو ما اشنو شط الله يخرج لكم العقل ان شاء الله اسكتوا حرام ما نعس مسخت لوالدي قال لي منين جاتك العافيه الفران قال لي من فمي نوض شوف شكون نوض شوف شكون نوض نتا شوف شكون نوض 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 راك نايم نوض شوف شكون خان والله الوالدين ما قادر نوض قسما بالله العلي العظيم راه من نهار دخلنا لهاد الدار هادي والخلعه قفطانه كنقولوا اليوم يجيو البوليس غدا يجيو البوليس ونمشيو للحبس ومستقبلنا غادي يضيع بيتهم ان شاء الله يشدوكم ما يطلقوكم طرجلي ديال خير الزمان الله يخليكم بالخلع شكون مساء الخير السلام اش داكشي اسمحي لي انا جارت السي مهدي هاد الصدقه جبتها لدوك الدراري اللي عنده في الدار بسم الله بسم الله الله يعطيك الخير ياكم تدخلي لا لا عندي الدار عامره يدعي معايا الله يرحم الوالدين على الله الله يتما بقى على خير الله شكون جاب داك الكسكسو الوالده بسيطه ربي جارتهم قال لك دايره شي صدقه ما توحشناه خالي المهدي الكسكسو شنو خالي اش معي يديك لا تخسر الله يعطيك القرب لو تهز انت ماش بغيت تاكل بيدي وين غسلها يا وانت نجيب جوج المعالق يلا تهز جيب جوج يلا اوف هاكا خصيت كال سخون السلام عليكم والعيشة السلام اختي الحاجة كديرة لاباس عليك هي جيتي تفوجي هي انا على الفوج جيت نطلع على الدراري الله ياك ما دارش حاجه صح لقيت خويا داير فضيحه قدا قلت لك ياك لاباس تعاودي ليا اش نعاود لك الحبيبه حتى نجي نقول لك اش كاين من بعد ايوا الله يحسن لك عطيني اربعه المسمنات ايوا عماني وعطيني شي خبيزه تعطيك الرضا هيا الله يعطيك الخير الله يكون في عوانك دوزي وتعاودي ليا بسم الله بسم الله الله يعطيك الخير تعال سالي وندوز نقعد معك شويه ان شاء الله السلام عليكم سعيدة لاباس لاباس الحمد لله ياك لاباس واش هاك صفر وما عندك طبيعه ماما اللي فالك ياك شي باس ما كاين واش غنقول لك السي مهدي ضاع عليا ولدي ها مالو مسكين شوق عليه ما فراسيش خطفاتو ليا البنت اللي معايا
ما عرفتها فين غبرت لي هي ولا هو. لا حول ولا قوة إلا بالله. إوا إوا البارح راني درت ليه الصدقة وديتني شي بركة لهذوك الدراري اللي عندك في الدار والسيدة اللي معاهم. السيدة؟ أش بالسيدة هذه؟ والله ما نكذب عليك ما سولتهاش. إيش تي هاد الحترف؟ نهار الأول تبريت منهم قلت لهم سري مري في الدار ما نبغيهاش وهما دابا تيديروا اللي بغاو. يا بالحق غادي نوصل الدواء لهذاك السيد صاحبي وغادي نمشي ليهم. داكشي بس ما كايناش من دواء. إوا هذاك السي مبارك صاحبي مسكين عيان عرفتي راه صفر وفيه الرعدة والتبونيشة والعرق جاتو مسكين مريض بزاف. غيكون ضاربو غير البرد. البرد ضاربو ولا هو ضارب البرد في العقد وختيني بهاد الخبر اللي قلتي لي. إوا واش غنقول لك كنا دايخين والله العظيم واخا غير تسناني واحد دقيقة وأنا معاك. واخا اسمح لي. ألو السلام عليكم. إيا أنا شكون معايا؟ البوليس؟ ها البوليس؟ صافي الاحترف داروها الاحترف عشتي؟ نعم إيا واخا واخا أنا واحد دقيقة ونكون عندكم يلا الله يعاونك. خالتي مين هادي فين مشات ودات مع الولد؟ والدراري وانور وعلاء نوض اخونا نوض ها جاوا البوليس باقي يلاه غادي يجيو. خالتي اللي هي امك هزات الدري ومشات ديكلاري بينا غتجيبو معاها. صافي ناري غادي يتهمونا باختطاف تكوين عصابه اجراميه. مهمتي فمك لحسو كلب اش من تكوين عصابه اجراميه واش من نيتك خويا؟ مشي جبد يجي شي بحال هاتي هنا قلت الارض اصاحبي تا كنعرفو شنو غادي نديرو. كيفاش شنو كاين؟ راه غنمشيو للحبس اخويا ولطيفه امك دايره بحال الزمان كدور بحال هكا. شنو هو انور شنو هو غتخوي بينا غادي الرجله ولا خويا؟ حتى الحبس الرجله مشات اخويا. امك لطيفه هي السبب ما تقولش لي امك. صافي خالتي لطيفه مزيان انا غادي نمشي بحال هادشي. احنا رجعنا احنا جينا يلا نشوفوا دوك الكتابه واش فاقوا ولا باقي. كيفاش البوليس معاك؟ على سلامتكم اللي فقتوا يا ميتين القلب. على سلامتك انت يا امك. فقتوا فقنا يا مسخت الهليكه نعاسه. اللهم انت الله خرجتي وخلعتينا وخليتينا بحال الحماق. سوقك بقيت تمشي تجيب الدوره في الحي ولا بغيتي نبقى نعسه بحالكم؟ علاش خرجتي معاك الولد ولا شافوه الجيران؟ يا ويلو ماني مخراه كلشي مسي كضرب شويه بشويه ديال الهواء ولا بقيتي بقى يشم ريحتكم المكوحه الخازنه على الله وعليكم. طرطو مازال خالتي راه المسمن راه واكلوا تاكلوا فيه جديد وملي تكملوا غتنشروا كواشكم وغتبنوا حوايجكم وغتسيقوا الدار وتغسلوا المعن وتنزلوا مع الدرج ديال العماره نقيوهم وسقيو ديك الجرده باش ما يقولوش الناس راه معفونين ساكنين معاهم. اجي حبيبي اجي نبدل لك التسرويله حبيبي اجي يا حبيبي ديالي يا ديالي اني باش هادشي اخويا عندكم في العائله وراتي كتكومونتيو؟ ما تجبدش ليا عائلتي عازر بها مساحه الوالدين دغيا على الدروج على سيقو الجردة جارديني أنا وانزلوا الله ينزل لكم الماء في الركابي. جري أنا مشي في حالي يعني مشي في حالي. سنية بديتين
الحمد لله عمرها طويل. الحمد لله دكتور. الله يخليكم، ديروا بالكم مع البنت راه باقا صغيره. عندك الحق نعم سيدي، رحنا دايرين معاها بالنا وكثر. ايوا عقل الصغر. المهم ملي وقع الرئيس المحضر ديالك سيده غادي نقدموه للمحكمه، ومن بعد دوزو عندي المكتب باش نعطيكم الرقم ديالو وسيروا سولوا عليه اولا كلفوا شي محامي. شكرا سيدي. شكرا. يلا بدي نمشيو للدار نتفاهموا من بعد. خويا الولد ولدك اخويا. شنو؟ اي كيشبه ليك. بصح قالتي لطيفه كيشبه لولدك علاء. اه بصح كيشبه ليا، كيشبه ليا ملي كنت صغير. ياك اخويا سير اعترف به، تزوج امو ودير لي الحاله مع دنيا وصفي بينك وبين اللي خلقك. افيك موا واش نتوما بغيتو تحمقوني ولا اش قال لكم روسكو؟ دابا هي جات عندكم البنت دقات عليكم قال لكم راه بنت السيميدي وانتم بغيتو تركبوا لها المونتيف. واش تصحابكم مي مهدي واحد اللي كاين هنا في الصويره؟ راه كاين مهدي الكروش، كاين مهدي القباج، كاين مهدي مول الحوت، عطلا مهديات. اجي اش كاين؟ السيده رجعت دقات هنا في باب الدار. ايه وهادي راه دارك وانت هو المهدي وبلا حلوف. ياك الحليليف يا في الحقيقه نتستاهل ونتستاهل اكثر. انا اللي عطيتكم الساروت ديال الدار وبيتكم تعيشوا الحياه تتبرعوا مع راسكم وتدوزوا عطله زوينه. بالحق انا ليا انا كامبو الساروت ديالي نطرق بها الباب الدار ديالي ونبدل ساعه اخرى ما تلقاونيش باقي في الصويره وتبدا تدوروا نتوما حتى الليل وتلقاو راسكم ما كاين فين تباتوا وراه طلع لوطيلات. ياك اخويا ياك كتجري على ولدي وصحابو انا حيه ما لم تعلم الله اش غادي دير ياك. يلا نوض الحمد لله اللي عندكم ديوركم نوض تهزوا. وانت اخويا انا اخويا كحاز عليا هاك هاك اخويا ولدك. اش بيها شد ولدك شد ولدك لان ديال صباعي فدني ونغوت ويك ويك عباد الله. دبر معاه شوف اش غادير ليه وانا غير حشمت ما والله حتى مشي للبوليس ونديكلاريك ملي داير مونتيف. ايوا اختي لطيفه الا خارجه خارجه سير نوض عند البوليس ولا ما عرفتيش نعت لك شي خرجتي من العماره دوري على المنوزيري نيشان ولا خفتي لا تضري خذي تاكسي قول لهم يديروك للكوميساريه ديريكت ولا ما قدرت للكوميساريه انت كندوي وكيل جلاله الملك المحكمه. خويا ما عندك علاش تحشم بسم الله عليك ما سخيتش بك حبيبي ويمتى حبيبي والله الا كيشبه لك. شنو؟ الله يصلح. الله يصلح. شوف هو شوف شوف il ressemble pardon il ressemble. اه وي تي غيزون je te jure كبر في عزك ان شاء الله. شكرا. فوتوكوبي ها اللي ولد ما ماتش. ايه واش هو الاحترف كي تحليهم الفم ها الفرنساوي خدامها يكبر في عزك. ايه ما عندي ما نتساك. الله هويلي مالكم جلستوا بحال اللي كيتسنى الطوبيس بشويه كشكم نوضوا الزوق بلا ما يمشي عندنا الكار وخلينا هنا نوضوا. يا شيخ اختي لطيفه دابا انت تيقتي هاد الاحتراف وانا اللي خوك الكبير ما تيقتيني شي. تا خويا ما تتعاودي صلاه على النبي وكل شهاد كتعلق بكرعها. ايه غير اعترفتي بالدرب ديالك واعترفتي بالولد خويا وحبيبي ولد با امي ما بغيتيش اخويا منك هالموت لمولك. البوليس صافي ياك الاحترف بيعتو بيا سكوات سكوات شدي الله خويا الله خويا الله المهم تي غادي نحصل فيها انا. مرحبا لاله سعيده. الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا هذا خويا مصطفى. سيد مصطفى شرفتينا. مرحبا مرحبا تفضلوا. فرح لي راني لقيت ولدي. على سلامة لاله سعيده وفين لقيتي ولدك؟ كاين هنا في الدار عندك السي المهدي وخوله هي اللي جابته. إذن هذاك الوليد الصغير ولدك لاله سعيده. مرحبا مرحبا تفضلوا تفضلوا دار الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مرحبا مرحبا دار الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
الحمد لله الحمد لله حبيبي الحمد لله لقيتك. الله يا ربي على حبيبي الحمد لله حمدك يا ربي وشكرتك. قالوها لا يطيح لنا شي بطل صح وهم الدري عيشتوها هي هذه لا سعيده راه جرتنا هذه مولات الكسكسو اييه وهذه هي الخدامه ديالها هي اللي جابت الدري اللي جابته للدار ياك بغصبت السنين ما حشمتي ما تصحيتي ها جبتي الولد وحطيتيه هنايا وخبرتي وخليتي قربه على نايضه ما كنت قاصده كنت باغا نخلي عند لالا امينه صرا ما لقيتهاش قلت نخليه عند السي المهدي حيت هما الزيران اللي كنثقوا فيهم احيانا يلا لطيفه شنو داز عليا حتى من بعد نعاود لك وزيدو زيدو زيدو ندير معكم شويه ديال الصواب دخلي لا لا ربي يخليك مره اخرى ان شاء الله ونعاود نرجع عندك دابا راه غنمشي ولدي لا لا خطك عليا ايوا الحمد لله على لطف الله ها ولدك ها هو لقيتيه والله يجيب الصحه والسلامه الحمد لله لا سعيده ني جابك الله انت واخوك السي مصطفى الحق بيتكم لواحد الموضوع الله يرحم والديك مرحبا تفضل السي المهدي الله يبارك فيك وفي الحق انا ما كنتش بغيت نقول لكم ماشي مازال ما كايناش وقته ولكن مني هذه فرصه سعيده مع لاله سعيده وقلت زعما نقترح عليكم وانتم باش ما قبلتوا انا موجود ايوا واش بقى كنهضروا حنا واقفين مرحبا بك زيد يا بنيتي زيدي يلا سيدي مرحبا بك يلا يلا مرحبا 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 وسهلا مرحبا اختي ايوا تكلفي 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 ويلي ها عاوني يلا سير اجي انت اجي شبيتي علاش بغيتي هاك سير سير باتيسري ياك غادي يجمعك واحد البلاطو ديال الحلوه وغادي يجمعك واحد ثلاثه القراعي ديرو القراعي جو بونس دي بوتي دي بوتي دو ويلي قراعي ديال المناضه الوليده واش كطلزي ورق الفريله واش غادي تكفي انا ما نبغي تكفي ولا خصك شي حاجه كمل بدوك الفلوس باش كتاخد ديك السقاطه من مول الطيطاي ياك ايه يلا دوك هكا هك الدراري سمي بي مو يلا يلا مرحبا مرحبا ونهار كبير هذا مرحبا مرحبا سي مصطفى لا لا سي مصطفى بلا سعيده اي والله يسمعنا خبر الخير مرحبا بكم فاجأتيني يا صلاح يا الشيلة سيدنا محمد الله بعيش الشيل علي يا الشيل سيمبارك نمشيو هادوك الاحترف درقوا عليا كمارتو عاد ارتحت يا ودي ملي بانت الحقيقه وفكك الله تبارك وتعالى احمد الله المهدي وشكرو راك انت من خيار الناس وراك انت في نعمه شامله افيك مو راه نعمه شامله السي مبارك اللي غادي نكون فيها هو ملي غادي نكتب على لالا سعاد وديك الساعه غادي نكونوا في دار وحده عاد هذيك الساعه قول لي نعمه سميله ايوا سيدي اش كنتسناو نمشيو نخطبوا سي مبارك تعطلتي شتي ملي كان خوها وكانت اختي ديك الساعه اتفقنا والفرق على الرمانه وجاب الله التيسير يا خويا الله يتويكم الخير والله يجعل كل شيء مبارك ومسعود وبين عليكم غير الخير الله يبارك فيك على احترفه وما رجعوا منين جاو هادو اسكت اسكت خالك كي داير انا وليداتي لاباس لاباس بالكم رجعتوا فينا هي بعدا المهم مشات الخالي ركبات ايه والله يوصلها على خير وانتم ياك ما نسيتوا شي حاجه وليداتي ولا شي حاجه لا عمي يلا جينا ندوز معك هذيك التسافيره الزوينه حيت دابا عمي هاد الايامات اللي دوزناها عاد سعينا كحله وفيها تماره ايه ياك ولد الاحترف ها دابا انتم مقطوعين من الشجره ها ما عندكمش انتم العائله دابا انت ما عندكش جدك في العيون ولا في الداخله ها ولا شي خوك صغر منك تيقرف شي في وجهه ولا جا وانت ما عندكش عائله في الشامعة في الداخله في شي حاجه بحال هذا الشيء غير خلطوا جيتوا مدرمين عندي انا واش انا يتعبكم عندي الخيريه ولا قول لي يا سي مبارك قول لي الدار باقي خاويه ديزول يا المهدي المره رجعت من عند ولادها لدارها حصلت يا المهدي ودي افيك موا واللي عنده باب واحد الله يسدو عليه خالي اش كاين اش دوك السويرتات
جاولاش عمي ديال الدار الدار سوارت عطيتهم السمسار وانت عليك بلاكار مع دقرة البشر يلا دب امولاتي والعشق والحب والهوى ونار الغرام ما جار صول ما قلتي ليه كلمة الله واش ما في قلبك رحمة الله ياللي داويتي اسماء حب ما في وسط القلب زند نار درامي بردي الصد الحامي بلوصال والمصال اللي بشفتك ديك القهر فيا الناس ما ارحمي يا راح للعقل ترحامي من شفاهك تلصقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية رفيا غزال بطمة ارحمي يا راح للعقل ترحامي من شفاهك تلصقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية رفيا غزال بطمة We'll be right back.